السلام عليكم. وصفتنا النهاردة هنقلي فيها البطاطس بطريقة مختلفة، وهي أقراص البطاطس المتغلفة من برة بدقيق البسبوسة اللي هو دقيق السميد، وكمان بالبقسماط. حلوة جدا ومقرمشة جدا، وكمان هشة جدا جدا، وكمان تشكيلها سهل قوي. انا واثقة لو جربتوا البطاطس بالطريقة دي هتعملوها دايما. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة. اول حاجة هنحتاج حبتين بطاطس كبار متقشرين ومتقطعين ومسلوقين كويس جدا، وهنضيف على البطاطس نص معلقة صغيرة ملح، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة بابريكا، ولو عندكم شطة او بتحبوا الشطة حطوها. ونهرس البطاطس مع التوابل كويس جدا بشوكة او بهراسة البطاطس. بعد كده هنضيف على البطاطس ربع معلقة بيكنج باودر، وكمان معلقتين كبار نشا، ولو ما عندكوش نشا في البيت ضيفوا معلقتين كبار دقيق عادي. بعد كده هنقلب البطاطس كويس جدا مع النشا، نعجنها كويس جدا، لازم تكون ناعمة قوي. بعد كده هنشكل البطاطس على شكل كور، هناخد حوالي معلقة كبيرة، وممكن تتحكموا في الحجم زي ما انتوا عايزين. بعد كده هنحتاج معلقتين من السميد او دقيق البسبوسة، وكمان معلقتين من البقسماط الناعم، وكمان هنحتاج لبيضة. هنضيف على البيضة وعلى البقسماط رشة ملح ورشة فلفل اسود. وهنقلب التوابل مع البقسماط ومع البيضة، بس هنضيف على البيضة كمان معلقتين كبار مية. بعد كده هنغلف كور البطاطس اللي عملناها بالبيض والبقسماط. ونرص كور البطاطس المتغلفة بالبيض والبقسماط في صينية. بعد كده ناخد كل كورة من كور البطاطس دي ونضغط عليها بإيدينا بالشكل ده. بعد كده هنجيب السكينة ونشكلها بالطريقة دي. الطريقة سهلة جدا، وممكن كمان تشكلوها بأي طريقة تانية. بعد كده هنقليها في زيت سخن على نار متوسطة، والزيت ما يكونش كتير. بعد كده هنفضل نقلب فيها عشان نحمرها، عايزين اللون بتاعها يكون بني فاتح او ذهبي. وهي ما بتاخدش وقت خالص، حوالي دقيقتين او ثلاثة في الزيت، وما بتشربش زيت خالص، بس اهم حاجة الزيت يكون سخن واحنا بنحطها فيه. بالطريقة دي ما بتشربش زيت خالص، وكمان بتكون مقرمشة من برة وكمان طرية من جوة، وبتكون كمان هشة جدا يعني مش مكتومة، وده عشان حطينا فيها بيكنج بودر. اتمنى وصفة اقراص البطاطس المقلية تعجبكم وتجربوها، وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم.